من لؤلؤات الشرق الجزائري عنابة، نحكي لكم اليوم قصة أكلة عنابية أصيلة لا تقاوم، البراك العنابي. أكلة تجذب قلوب زوار عنابة قبل سكانها، فما سر تميزه عن غيره من أنواع البراك؟ يعد البراك العنابي جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المنطقة وتراثها، حيث تجسد هذه الأكلة التاريخ والتقاليد المحلية بنكهته الفريدة وطريقة تحضيره الخاصة. تتميز هذه الوجبة بالاهتمام الفائق في تحضيرها، حيث يتم استخدام اللحم المفروم بدقة ومرسوم بالأعشاب والتوابل المحلية، مما يضفي عليه طابعاً لا يضاهى، وهنا يكمن السر. لقد صار البراك العنابي في نظر العنابيين رمزا للتعبير عن ضيافتهم وكرمهم. في نظر الزوار مطلبا رئيسيا وتجربة لا يمكن تفويتها، فبمجرد وصولك إلى عنابة يصبح تذوق البراك أول ما يجب عليك فعله. فهل ذوقتم البراك العنابي من قبل؟